Détails, tout est concerné. Donc, je pense que le choix de la thématique s'impose par elle-même. Qu'est-ce qui différencie? سلوى كعكيب القزيز رئيسة الفيدرالية التكنولوجية الحديثة وتحيل الخدمات. هذه الدورة الرابعة ديال لايتكس اللي غتكون إن شاء الله يومين 24 و 25 أكتوبر في سوفيتيل، هي تحت رعاية صاحب الجلالة نصره الله بشراكة مع الوزارة الوصية يعني والوكالة لام ديو ديال ليزانفستيسمون والوكالة الرقمية لا دي دي. هذه السنة الدولين شرفيين ماشي هما جوج دول من افريقيا، باش اخترنا دولة من افريقيا ودولة من الصين. علاش؟ افريقيا اخترنا الكونغو برازافيل لان رئيس الدولة الله اعلن الشهر اللي فات على استراتيجية يعني مهمة بالنسبة للصناعة الرقمية، بالنسبة استراتيجية بالنسبة للدولة ديالو. إذا غادي يجي الوزير إن شاء الله، غادي يكون هنايا الوزير اللي غادي يشرح لنا، اللي غيقدم لنا استراتيجية. وهذه مناسبة بالنسبة للفاعلين في هذه التكنولوجيا الحديثة باش نفتحوا لهم يعني سوق جديد. واخترنا أيضا الصين لأن الصين كيف ما كتعرفوا خذات واحد التقدم سرعت في هذه السنتين الأخيرتين بالنسبه للتكنولوجيا 5G، وايضا في سمارت سيتي يعني عندهم خبره كثيره، عندهم خبره كبيره في سمارت سيتي. انتم عارفين بان المغرب باغي زعما يابليكي سمارت سيتي بالنسبه للروجياليزاسيون ولا ديكونسنتراسيون. وايضا بغينا يعني نكونوا مع السياسه ديال الدوله اللي منذ سنتين يعني كتخدم باش يكون المغرب هو يعني لو هوب بالنسبه لافريقيا. إذا مشينا في هذا السياق هذا. كاين معرض، كاين ندوات اللي غادي يجيونا خبراء من دول كثيره، تقريبا 10 ديال الدول. كاين خبراء يعني اكثر، مثلا واحد غادي يجي خبير غادي يجي من ليستوني باش يتكلم لنا على التجربه ديال استونيا عارفينها بالنسبه للخدمات للمواطن، هي تجربه يعني معروفه ناجحه. ايضا كاين ستارتكس يعني علمنا على يعني باش كان عندنا واحد تقريبا اكثر من 100 ديال الطلبات، ويلا اليوم وقع الاختيار على تقريبا 20 شاب وشابه اللي من المغرب، من افريقيا وحتى من روسيا، اللي غادي نحتضنوا يعني غادي يكونوا معنا في لايتكس. ومن بعد غادي يقدموا هذيك الابتكارات ديالهم وغادي يربحوا ان شاء الله. من بعد غادي يمكن لهم يشاركوا في فرنسا وغادي يمكن لهم يشاركوا حتى في فلاند. شاكيب عاشور، انا مدير التسويق والاستراتيجي ديال هواوي في افريقيا في المغرب. انا جيت لهنايا باش نقدم باش نفسر علاش هواوي غادي يشتركوا في هاد ليفينمون ديال لايتكس. لان هواوي حنا اوجوردي حنا في المغرب عندنا تقريبا اكثر من 15 عام وحنايا في المغرب. نو زافون ديفلوبي في المغرب توت لا بارتي يعني لافراستركتور ديال التيليكومونيكاسيون. دابا خدامين مع plusieurs entreprises à شركات ماشي غير في لوبيراتور تيليكوم باش pour développer toute la partie يعني transformation digitale et numérique. Donc nous apportons le digital هنايا au Maroc. Nous travaillons حتى مع افريقيا في لو نيميريك. Et donc nous sommes là parce que nous sommes un acteur aujourd'hui incontournable في le numérique. Voilà.